والزكاة تكون إذا بلغ المال حد النصاب، إذا بلغ المال حد النصاب. في البلد دي النصاب قاعدين يزيدوه، العلماء بيقولوا أو بعض أهل العلم يقولوا أنه شنو، لأنه الذهب ما خالص، يو 85 جرام بيزيدوه، بعضهم بيوصلوا 91 جرام، عداك انت شنو تخرج الزكاة. الزكاة تكون في بعض الأشياء، اللي أربع أشياء فيها الزكاة، باقي الأشياء ما فيها زكاة. عروض التجارة، الأشياء اللي بتتاجر فيها بتبيع وتشتري فيها، والزروع وآتوا حقه يوم حصاده، والزروع ذاته فيها نقاشات كثيرة، بعضهم بيقول الزروع المقصود بها الزروع التي تدخر، والأما التي لا تدخر فإنها لا زكاة فيها إلى آخره. بعد ذاك الذهب والفضة، طيب في أشياء ما فيها. الأمر الرابع المواشي، الأنعام، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الذهب والفضة، والآن ما يقوم مقام الذهب والفضة، الأموال يعني. والراجح من أقوال العلماء أن الذهب فيه زكاة كما قال ابن عثيمين رحمه الله، حتى الذهب، والكلام ده مهم ما تضيع للزمن ساي ولا كلام ساي، حتى الذهب الذي يدخر للحلية للزينة كذهب النساء في البيوت إذا بلغ حد النصاب فإن الراجح من أقوال العلماء أنه تخرج منه الزكاة. في أشياء ما فيها زكاة حتى لو بلغت النصاب، كالدور التي يسكنها العبد، لو بيتك حتى لو غالي وإلى آخره ده ما فيه زكاة. وكالعقار، عندك عمارات بتأجرها، الزكاة من الإيجار مش من شنو؟ العمار. وكالمراكب التي يركبها العبد، عربية وإلى آخره بيركبها وبيجيبها، حتى لو بلغ مالها النصاب ما فيها شنو؟ ما فيها زكاة.